السلام عليكم كيف نتوما لاباس عليكم بخير نتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله نصلي على النبي كيف ما العاده نبدا الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله غادي تكون كيكه او لا تورته جد بسيطة لديدة بزاف ما تشبعوشي منها وكيف ما ذكرت معكم المكونات ديالها او كيف ما كنت قسم معكم في جميع الفيديوهات ديالي جد جد بساطين فكنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الأخير انا اكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم دابا ما نطول عليكم اكثر ندوزوا مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وكيف ما العاده فرجه ممتعه بسم الله على بركة الله غادي نحتاج لتحضير الكيك جوش حبات من البيض يستحسن البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ غادي نضيف عليهم كأس إلا ربع من السكر الخشن أي سكر سنيدة ما يعادل 160 جرام كيس من السكر الفاني اللي تقدروا تعوضوها بالفاني السائلة طبعا وقبصة ديال الملح لتعديل الضوء صافي وغادي نطرب المكونات مع بعض فقط بالطراب اليدوي وغادي نضيف كاس الا ربع من الزيت نباتيه ما يعادل 120 ملل فهنايا تقدروا تضيفوا كيف ما غادي نضيف انا علبه من الزبادي اي ياغورت او لا دانون او لا تعوضوا هذا الياغورت اي الزبادي بكاس الا ربع من الحليب غادي تعملوا واحد 120 مليلتر ديال الحليب حتى 150 مليلتر ديال الحليب ماشي مشكل فبالنسبه للزبادي اي ياغورت تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتوا نتوما زبادي طبيعي او لا باي نكهه الوزن ديال العلبه اللي استعملت انا كيف ما شاهدتوا معايا فيها 125 غرام دابا غادي نبدا نضيف النواشف ضفت كاس مملوء جيدا من الدقيق ما يعادل 100 غرام كل كاس غادي نضيف كيوزن 100 غرام ملعقتين كبيرتين من بودره الكاكاو الخام ما يعادل 30 غرام وضفت كيس من خميره ديال الحلويات وزن 15 جرام طبعا اذا كنتو غادي تستعملوا كيس ديال خميرة ديال الحلوى اللي كيوزن 8 غرام أو 7 غرام غادي تستعملوا جوج ديال الاكياس وغادي نخلط الكل جيدا بحال هذا الشكل هذا دا دا دائما النواشف كنذكر معكم في اي كيكه خصنا نخلوهم اولا نغلبلوهم ضروري فدابا غادي نضيف الكاس الثاني من الدقيق يعني في المجموع انا استعملت 200 غرام من الدقيق ما يعادل جوج ديال الكيسان ديال العنبه عامرين مزيان ديال من الطحين غادي تلاحظوا معايا بان القوام ديال الكيك تقل بزاف على القوام ديال الكيك العادي فاحنا غادي له الاضافه اللي ما بقيتش كنستغنى عليها الاضافه السحريه ديالي هي هاد ربع كاس ديال الماء المغلي هانتوما نتوما كتشاهدوا معايا ماء مغلي ساخن لدرجه الغليان ما يعادل 70 ملل مباشره كنضيفوه للخليط ديال الكيك وكنخلط بحال هذا الشكل هذا فبالنسبه لماء اخوتي ما تخافوش غير ديفوه مباشره راه ما كيخص لكمش الكيكه ديالكم بالعكس الكيكه كتجي هشيشه اكثر وطلعه اكثر بحال اللي نتوما مستعملين الجينواز فبالنسبه انا هذه الخطوه ما كان كنستغنى عليها تقريبا في جميع الكيكات ديالي هاد ربع كاس ديال الماء المغلي اللي كنضيفو حتى الاخر فهذا هو القوام ديال الكيكه العادي اللي كنحصلوا عليه من بعد وهنايا عندي القالب أو المول اللي غادي نستعمل كنت حضرته قبل ما نبدا في التحضير ديال الكيك غادي نستعمل هذا الكادر على شكل مستطيل اللي القطر ديالو 30 سنتيمتر على 22 سنتيمتر تقدروا تستعملوا اي قوالب كيك بغيتو نتوما ولا عندكم نتوما آه شكل دائري اولا اي شكل بغيتو فبالنسبة لهذا الكادر هذا كيف ما كتعرفوا ما كيكونش عنده القاعدة ديالو يعني ما كيكونش عنده القاعدة ديالو فأنا خديت ورق الألومنيو فرشته له في الأول وضفت فوق منه ورق الطبخ أي ورق الفرن وطلعت ديك الألومنيو في ديك الحاشية ديك الكادر هيدا باش كنتجنب أن الخليط ديال الكيك ديالي ما يخرج ليش من هذا الكادر أي ما ويخرج من ديك الحاشية ديالو صافي وفرغت الخليط ديال الكيك ديالي في الوسط ديال هذا القالب وغادي نوزعه بالتساوي وغادي ندخل الصفيحة ديالي للفرن في الوسط ديال الفرن في الأول كنشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجه حتى كدوز 30 دقيقه حتى 35 دقيقه بالنسبه للفرن فدائما كيف ما كتعرفوني جميع الكيكات ديالي حتى كندخل الكيك ديالي في الوسط ديال الفرن عاد كنشعلو صافي هنا من بعد ما دازت واحد 40 دقيقه ملي دازت 35 دقيقه حليت الفرن وجربت الكيكه ديالي ملي كتكون طايبه كنزيدو نشعلو للنار من الاعلى باش كتحمر غير من الفوق يعني كتكون طايبه خصها غير تحمر وصافي من الفوق وصافي وخليت الكيكه ديالي حتى بردات عاد غادي نحيد لها هذا الكادر هذا اولا هذا القالب هذا فكندوز واحد السكين في الحاشيات ديال الكيكه ديالي باش تسهل عليا نزول هذا القالب صافي كنحيدو على هذا هد الشكل هذا دابا غادي نحيد هذا الورق ديال الفرن اولا الورق ديال الطبخ اللي طابت فيه الكيكه غادي نعملها في الطبق باش غادي نقسمها اه على قسمين يعني خصني نحصل على جوج ديال الطبقات خديت واحد السكين في الاول كنرشم الكيكه ديالي في الوسط غير كنرشمها من بعد كنجيب واحد الخيط وكندخلو في ديك الرشمه اللي رشمت بالسكين وكنقطع فبالنسبه لها الطريقه بالخصوص للمبتدئات سهلة جدا وكنضمن لكم بان الكيكه ديالكم كتقسم بالتساوي كتجي يعني مقسومه معوطه صافي ها نتوما كتشاهدوا معايا هنا قسمت على جوج غادي ناخذ هذا الطبق هذا الصحنه ولا هذا الطبق هذا صراحه جاني قد الكيكه فحال تقول لك انا عبرته هو يعني ما عبرته ما والو غادي نعمل فيه الكيكه هذا الوجه ديال الكيكه يعني الوجه ديال الكيكه هو اللي كنعملوه في الاسفل ديالها والقاع ديال الكيكه هو اللي كنخليوه باش كنعملوه في الفوق ديال الكيكه ديالنا فهنايا باش غادي نسقي الكيكه ديالي عندي كي آه عفوا كاس من الحليب البارد ضفت له كيس من قهوه سريعه الذوبان وغادي نفزك الكيكه ديالي تقدروا تستعملوا اي اي عصير اولا اي شربات مثلا سيرو السيرو اولا غير الحليب اللي بغيتو تسقيو بها الكيكه ديالكم فكيبقى لكم الاختيار ودابا غادي نحضروا الكريمه اللي غادي تكون في الوسط هذه هاد الكيكه هذه صراحه هذه الكريمه كنت سبق لي شاركتها معكم كتجي لذيذه اخوتي بزاف قد ما هي بسيطه ولكن اللذه ديالها ما تشبعوش منها عملت واحد لتر من الحليب يعني لتر ديال الحليب كامل ضفت عليه كاس مملوء من السكر الخشن اي سكر سنيده ما يعادل 160 غرام بالنسبه للسكر طبعا على حسب الذوق ديالكم وكذلك ضفت كاس مملوء جيدا من الدقيق الابيض واحد الكاس ديال العنبه تعمروه مزيان بالطحين ما يعادل 100 غرام من الدقيق غادي نخلط هاد المكونات مع بعض جيدا حتى ما ليش ديك الكويرات ديال الطحين حتى واذا بقولكم يبقاولكم الكويرات ديال الطحين غادي تصفيو هاد الخليط هذا ملي تحركوه مزيان غادي في فشي مصفات باش هيدا تخلصوا من ديك الكويرات ديال الطحين صافي بعد ما خلطت المكونات جيدا مع بعض دابا نضيف الفاني اي الفانيليا قدروا تستعملوا سكر الفاني او لا تستعملوا الفانيليا السائله انا عملت واحد راس ملعقه صغيره وصافي عندي هنا جوج ديال العلب من الزبادي اي غرط كل علبه كتوزن 125 غرام استعملت نكهه الجوز الهند اي كوكو وعندي تماك 30 غرام من الزبده يعني واحد الملعقه كبيره من الزبده فبالنسبة لديك جوج مكونات حتى من بعد عاد غادي نضيفهم للكريمة ديالي فخديت الخليط اللي كنت حركت من قبل ديال الدقيق والسكر والحليب كنعملو على نار اللي هي متوسطة مع الاستمرار في التحريك ما كنتوقفو شي تماما على التحرك فبالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني واش يمكننا نستبدلوا ديك الكاس ديال الدقيق بالنشا اي دقيق النشا تقدروا تعملوا نصف الكاس من الدقيق الابيض ونصف الكاس من النشا اي دقيق النشا او لا مايزين غادي تعملوا نصف كاس ديال الطحين ونصف كاس ديال النشا غير هو خوتي بالطحين كتجي رائعه هاد هذه هاد الكريمه هادي ما تخافوش ما كتبقاش فيها تماما النكهه او الطيبه ديال الطحين غير هي ملي تبدا تعمل لكم هذه الفقاعات غادي تستمروا في التحرك حتى كدوز واحد تلاتة ديال الدقائق حتى لخمس دقائق هيدا كنتجنبوا او لا كنتاكدوا بان الكريمه ديالنا ما كتجيش فيها تماما النكهه ديال الدقيق هنا يضيف ديك الملعقه كبيره من الزبده ما يعادل 30 غرام وغادي نحرك جيدا صافي وغادي نحيد الكريمه ديالي من على النار عاد من بعد غادي نضيف له ديك جوج علب ديال الزبادي اي غورت او انا استعملت هذا بنكهه جوز الهند اي كوكو طبعا تقدروا تستعملوا اي نكهه الفاني او الموز حتى هو كيجي مزيون العلبه اللي استعملت انا كل علبه فيها 125 غرام يعني في المجموع استعملت 250 غرام من الزبادي اي ياغورت فبالنسبه للمقادير كنتمنى تحترموهم في واحد لتر ديال الحليب غادي تعملوا 100 غرام ديال الدقيق اذا كنتو غادي تعملوا الكاس نصف كاس النشا ونصف كاس دقيق فغادي تعملوا 50 غرام من الدقيق 50 غرام من دقيق النشا اي مايزينا صافي مباشره غادي نفرغ الكريمه ديالي فوق الطبقه الاولى ديال الكيك اللي كنت سقيت بالقهوه فما تخليوش الكريمه ديالكم تبرد وتعمل ديك القشره نتوما عارفين الكريمه دغيا كتعقد وما ما غادي تعوض لكم شي معوضه فمباشره وهي ساخنه كنفرغوها على الطبقه ديال الكيك غادي نعوض لها السطح ديالها وغادي ندخلها للثلاجه واحد 15 دقيقه حتى كت يعني كتشب الراسه شويه ونقدر نعمل فوق منها الطبقه ديال الكيك فهنايا هانتوما كتشهدوا معايا من بعد ما دست واحد 15 دقيقه الكريمه ديالي شبرت راسها غادي نعمل فوق منها الطبقه ديال الكيكه غادي نغطي ديك الكريمه ديالي على هذا الشكل هذا وغادي نسقي حتى هذه الكيكه هذه بديك القهوه سريعه الذوبان اللي كنت سقيت بها الطبقه الاولى ديال الكيك وهنايا غادي نحضر واحد الكاناج ديال الشوكولاته اللي غادي نحتاج فيه 200 غرام ديال الشوكولاته غادي نضيف لها قطرات من الزيت وغادي نذوبها ذوبوها في حمام مريم اولا في ميكرووندا بحال هذا الشكل هذا فهنايا عندكم الاختيار بغيتو تضيفوا الكريمه السائله انا كنت متوفره عليها فغادي نضيف 100 مللتر من القشده السائله لان بغيت واحد الكاناج اللي يكون شاب راسو قل شويه اذا بغيتو نتوما تعوضوا هاد الكريمه السائله بواحد العلبه ديال دانيت شوكولا غادي تذوبوا الشوكولاته ديالكم وتضيفوا لها علبه ديال دانيت شوكولا وغلفوا بها الكيكه ديالكم اولا تعملوا ربع كاس من الحليب ملي تذوبوا الشوكولاته تسخنوا ديك ربع كاس ديال الحليب تضيفوه الشوكولاتة ديالكم وتغلفوا الكيكه ديالكم فكيف ما قلت انا الكريمه السائله كانت عندي متوفره عليها في المنزل ضفتها نتوما استعملوا اللي متوفرين عليه هذا كيبقى فقط غير باش نغلفوا الكيكه ديالنا وصافي غادي نحيد دابا الكيكه ديالي من هذا القالب هذا صافي وغادي ناخذ الكيكه ديالي عملت فوق هاد الشبك هذا اللي عندي تحت من واحد صفيحة ديال الفرن غير باش يدهود لي الكاناج يعني هود لي في ديك الصفيحه ونرجع نهزو نستعملو فانتوما زينو بالطريقه اللي بغيتو نتوما غادي نبدا ندهن بهذا الكاناج ديال الشوكولاته على ديك الشيء لكم انا بغيت هذا الكاناج يكون ثقيل شويه استعملت فقط غير 100 ملل ديال الكريمه السائله مع 200 غرام ديال الشوكولاته باش ملي ندهن الكيكه ديالي ديك الكيكه ما تشرب ليش ديك ديك الجاناش بسرعه وما ما كتبقاش واحد الطبقه اللي كتكون غليطه اي سميكه شويه انا بغيتها تكون غليطه باينه صافي بديت كنعوط لها الوجه ديالها بديك سباتولا وكذلك غادي نعمل هذا الكاناج حتى في الحشية ديالها اي الحواف ديالها حتى نغطيها كامله بالشوكولاته ونعوضها قد المستطاع بديك سباتولا حتى نحصل على واحد الوجه الوجه عفوا اللي كيكون املس فهنا بعد ما ساليت زين ديالها بديك الشوكولاطة رجعت دخلت الكيكة ديالي هاد المرة للمجمد باش شبرتلي لي راسها ديك الطبقة ديال الكناج مزيان وغادي نزين الحواف ديالها عندي هنا هاد رقائق الدراء اي هاد الكرونفليكس كيف ما وريت لكم زينو باللي بغيتو نتوما تعملو هاد الرقائق حتى نتوما اذا كانوا عندكم طفرين اولا اللوز ايفيلي اولا اللوز كونكاسي اولا الفول السوداني كونكاسي اللي بغيتو نتوما ولا الشوكولاطه اللي تبشروها وتزينوا بها زينوا بها الحاشيه داه ولا الحواف ديال دي الكيكه ديالكم باللي كان متوفر صافي من بعد ما زينتها زي على هذا الشكل هذا غادي يبقى لي الوجه ديالها بما ان ما جاشي معوط معوض فانا خديت واحد شويه ديال الشوكولاطه ذوبتها واحد التفواح بلاستيكي عفوا وغادي نبدا نعمل هاد الخطوط بهال هذا الشكل هذا منهم غادي يغطي ولي ديك الوجه ديالها كيجي كي الشكل ديالها في نفس الوقت مزيون فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم او تورتا سميوها كيف ما بغيتو نتوما المهم انها كتجي لذيذه خوتي ما تشبعوش منها والمكونات ديالها فكيف ما شاهدتوا معايا فهما بساطين واقتصاديين ما عملناش شي حاجه اللي هي مكلفه جدا كتبقى راقية نحضروها للضيوف ديالنا الاحباب ديالنا فكنتمنى يا ربي الوصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتطبقوها انا اكيد غادي تعجبكم نيك ضروري ما نقطع معكم قطعه باش نشوفوها من الداخل ها انتم كتشاهدوا معايا ديك الطبقه ديال الكريمه كتجي باينه والطبقه ديال الكيك اللي كيجي بحال الجينواز والطبقه ديال الشوكولاته فصافي الفيديو ديالي حتى لهنايا وغادي يكون تسالا نتمنى يا ربي اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوني شي كيف ما العاده باللي لايكات ديالكم الجميله اللي كتسركو لي بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم دابا غادي نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله تهلاو لي فراسكم بزاف وبسلامه